تعاقد النادي الإسماعيلي مع صالح جمعة صانع ألعاب فريق نادي سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر لدعم فريق الدراويش خلال الموسم المقبل، عقب فسخ التعاقد بالتراضي مع نادي سيراميكا خلال الساعات القليلة الماضية. وحصل الإسماعيلي على توقيع صالح جمعة لمدة 3 سنوات في حضور المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي وسمير الحاو مدير أعمال اللاعب. وكشف مصدر في نادي سيراميكا كليوباترا عن فسخ صالح جمعة لاعب الفريق لعقده بالتراضي مع النادي، وبات من حق صالح جمعة التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ورحل عن سيراميكا حتى الآن كل من باسم مرسي للإسماعيلي وشادي حسين للأهلي وكذلك مصطفى سعد ميسي ووليد عبد المنعم، إلى جانب اقتراب رحيل أحمد محسن ومحمد حسن للإسماعيلي خلال الفترة الحالية. وتحرص إدارة سيراميكا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة وفقا لاختيارات المدير الفني أحمد سامي الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا كليوباترا تحقيق النتائج المرجوة بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.